اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم حجراك. تقدرون تشوفون كل حلقاتنا على المواقع اللي تطلع دائما في اسفل الشاشه على السوشيال ميديا انستغرام والفيسبوك واليوتيوب، وايضا تقدرون تتواصلون ويانا على موقعنا الخاص www.صوتالمستقبل.com. اليوم حلقتنا مهمه جدا لانه يا سبحان الله هذه سنه 2020، يعني ما اعرف تجين هواي مصائب هذه السنه، وابرزها حاليا يعني هو كورونا. واذا نتصفح في السوشيال ميديا راح نشوف يعني كلام وتصريحات وناس تتنبأ حول كورونا فيروس وصل العراق، شلون وصل العراق، احنا سمعنا به في اواخر شهر 12 هو في الصين، زين نسمع اكو اصابه في الولايات المتحده، نسمع اكو في ايطاليا، يعني في انتشار رهيب. يعني شلون هذا الفيروس عنده قابليه انه ينتشر بهذه السرعه، ومن المسبب الاساسي في الانتشار السريع، واحنا بالعراق يعني الفيروس موجود وشلون وصل لنا. حتى نتكلم بهذا الموضوع اكثر ويا بالاستوديو ضيفنا الدكتور باسم العباض خبير في الوبائيات. اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا بك دكتور، الله يخليك الله يحفظك. تمام دكتور، انا سعيد ان اكون هنا في صوت المستقبل، يعني فان شاء الله نطلع معلومات مادة تفيد المواطن. شكرا جزيلا دكتور. احنا يعني هذا الموضوع بصراحة حكينا به قبل اسبوع، يعني بصراحة حكينا به قبل شهر، وقلنا انه هذا الفيروس من المستحيل جدا يوصل العراق على لسان يعني ضيف كان موجود، ولكن تفاجئنا بعدين ان الفيروس وصل العراق وشنو وصل حتى الولايات المتحدة. شنو هذا الفيروس وشلون ينتشر بهذه السرعة؟ طبعا هاي الفيروسات هي أصغر الكائنات الجرثومية الحية اللي تسبب الكثير من الأمراض للإنسان والحيوان وأيضا للنبات. هذا المرض اللي احنا اليوم بصدده، اللي العالم كله الآن واقف على قدم وساق، أساسا الجذر التاريخي له كان هذا المرض موجود 1930 حيث أصاب الدواجن، وأيضا بعد 30 سنة أصاب يعني حالات فلو للبشر، وأخطر ما طلع من عنده هو 2003 في هونغ كونغ حيث انتقل من القطط إلى الإنسان. بعد 2003 كل 10 سنوات بدأ يطلع. 2008؟ لا 2012 ظهر لأول مرة بشكل يعني أجريسيف شرس في السعودية، نعم. العربية السعودية، وكاد بذلك السنة أن يلغي موسم الحج لذلك السنة للوفيات العالية والإصابات اللي ظهرت، وكانت الوفيات ب 35%. هذا كان الريزيرفر مالته هو الخفاش، والأكثر شيء يعول عليه هو الجمال. لكن اليوم باليوم الأخير من 31 ديسمبر 2019 ظهر بشكل شرس جدا في ووهان اللي هي جنوب بكين بالصين، ومن عندها بدا ينتشر. الان احنا اليوم اذار 4 أو 5 آذار مسجل في 67 بلد، وصل نتيجه تعامل غير طبيعي مع هذا الحيوانات الخازنه لحد الان وما اعرف هو الحيوان بالضبط. 67 اللي لعب الدور الاساسي به للاسف هو مصادفة السنة العيد السنة الجديدة الصينية، فبهذا الطقس هذا كل ترجي إلى الصين. أبو جايز راح للصين. جاءوا للصين، دول تقريبا 5 مليون، يقال 5 مليون، إيه من 1.4 مليار، 5 مليار لا شيء، 5 مليار. فمن خلصت الاحتفالات كل من رجع إلى بلده. 5 مليون مواطن. إيه. 5 مليون، فتشوفوا متوزعوا على كل قارات العالم. السبب الأساسي هاي الصورة يا ريت ياخذها الأخ المخرج المصور، إنه الاير باس. هاي الاير باس قبل بال 1900 احنا الآن 2020، 1900 من المواطن أو الإنسان يريد يسافر حول الأرض يحتاج له إلى 70 يوم، 70 يوم حتى يدور حول الأرض. الآن ما يحتاج غير 24 ساعة، يوم واحد يطلع من شرق الأرض في استراليا يصل إلى أقصى غرب الأرض في أمريكا كاليفورنيا ب 24 ساعة من دون أن هو اللي ربما حامل المرض أو في حضانة، ما بين عليه أعراض، ما بين عليه أي أعراض، فلذلك يعبر من كل
النقاط الصحية والنقاط التفتيشية والمحاجر الصحية. هذا هو اللاعب الأساسي. هذه بضربة واحدة 600 مواطن تنقل من أقصى الأرض إلى أقصاها ب 24 ساعة. هذا هو اللاعب الأساسي. هذا السلايد الثاني اللي تشوف حضرتك هنا، حوالي 1400 مرض يعني انفكشيوس ديزيز، يسموه مرض معدي سبب طفيلي او فيروسي او بكتيري او فطري. 1400 61% من عندهم، يعني ذو هذا العمود الازرق، 840 مرض تاتي من مصادر حيوانيه. يعني الجرثوم موجود في الحيوان وينتقل للانسان. شوف 840 هنا، هذا العمود اللي هو اللي تشوفه حضرتك اللي عليه كوشن مارك، علامات استفهام، هذا غير معروف. يواجه البشريه الان هذولي 1600 مرض لا زال موجود بالحياه البريه للحيوانات. فهذا اللي طرع عندنا السارس والميرس واليوم كوفيد 19 هو من ضمن هذا العمود. هناك اثنين في آسيا، الصين والعراق في آسيا. المسافة اللي بيناتنا هو 6300 كيلو متر، المسافة ما بين ووهان وما بين العراق. نشوف هذا الخط الأحمر، هل هناك، نجي نحللها وبائيا. تجي تقول هل هناك علاقات اقتصادية بيناتنا؟ جواب نعم. هل هناك علاقات تجارية؟ جواب نعم. هل هناك علاقات ثقافية بيناتنا؟ الجواب نعم، هناك المئات من الطلبة. فإذا الخطر موجود نتيجة هذه العلاقات. فلذلك العراق هو نقول at risk بالخطر. ومنظمة الصحة العالمية WHO صنفت الوضع العالمي هو الريسك، الخطورة عالية. الآن هذا الأسبوع صنفت عالي الخطورة، كان من عالي رفعته عالي الخطورة. نأمل من المواطنين والجهات الصحية بالبلد أن يتعاونون نخفض من عالي الخطورة إلى عالي ثم إلى واطئ و very واطئ very low low و very low. دكتور، يعني سمعنا أنه هذا الهوست الأساسي لهذا الفيروس هو يا أما الأفاعي ويا أما الخفافيش. هو لحد الآن ما نحسم هذا الموضوع. هذا الموضوع under investigation، تحت التحرير، تحت التحليل، تحت التحري، تحت الدراسة. لحد الآن ما نحسم، مو مثل الميرس، الميرس نحسم. زين، برأيك يعني شنو التحركات اللي راح يصير؟ يعني أكيد راح يصير أقفد يعني تيم وورك، أطباء بيطريين وأطباء بشريين وحتى يوصلون مختصين يعني بالبيئة. يعني هو هذا اللي جان بكل العالم، شكلت كل بلد شكل خلية أزمة. خلية أزمة تحل الموضوع، شلون يعني يضعون كل القرارات، كل القوانين، كل إجراءات الاحتواء. فالعراق واحد من هذه البلدان. بس أنا كمراقب، أنا مستقل إنديبندنت، هل أنا مقتنع بالإجراءات اللي تصير للأسف بالبلد؟ لا، مو جيدة. شغلة واحدة أقول لك شيء، نرجع للتاريخ. 1972 بالعراق كان موجود مرض الجدري. كان صادف ذيك الفترة أنه حجاج قادمين عن طريق البر، حجاج يغزلان قادمين عن طريق البر ويصعدون باتجاه تركيا ثم يدخلون بلغاريا بلغراد. أحدهم أخذ المرض منه من العراق ونقل وين؟ إلى يوغوسلافيا. ما شخص المرض في وقته، شخصوه بشكل خاطئ، شخصوه لكون طفح جلدي يصير، فشخصوه هذا بوست بنسلين رياكشن، يعني حساسية للبنسلين. فشافوه الأطباء والطلبة اللي موجودين، كانوا من طلبة الطبية، جامعة الطبية في بلغراد. 9 من عندهم بعد حوالي أقل من أسبوع ماتوا. لذلك السلطة آنذاك زمن الرئيس الراحل جوزيف بروستيتو أعلن الأحكام العرفية، نزل الجيش، قطع كل الطرق، وقف كل الحركة، وسيطر على فنادق الخمس نجوم. إيش أكو هذا المريض الأول، وإيش أكو ذول الأطباء والناس اللي تعاملوا معاهم،
كل هاي الفترة كلهم راحوا للحجر. 10,000 إنسان انحجر بهذه الفنادق، وفرت له مكان راقي، مكان هادئ، مكان لطيف، هو مكان استجمام، وأيضا هو تحت إشرافي، ومنعت اختلاطه وتماسه لكون قد يكون هو بفترة الحضانة وقد ينقله. الآن نعرف احنا كثير من البلدان مصابة، فأي شخص يجي من هذا البلد يعتبر مشكوك به طبعا، فيجب أن يحجر. فما يصير يعني من المطار أو من النقطة الحدودية البرية تقول له قبل روح بهذا الجهاز، يعني مجرد قيس حرارته وتقول له روح لعائلتك، راح يتصل بزوجة بأطفال بأصدقاء بأهل يعني بموظفين يتعامل معهم، فهذا أعتقد يعني كان خطأ. طلبنا أنا شخصيا بحكم عملي يعني ناشدنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ماكم احنا ما نصير الان بنظامنا هذا الديمقراطي ما نقدر نسيطر على الفنادق، صح. بس نستاجرها نستاجرها مقابل ثمن، وتصير اماكن حجر يعني لو نعم اماكن ايواء، اماكن احتواء، اماكن استضافه، حتى لا يصير الكلمه قاسيه شويه حجر تحجر عن حريته وكذا، لا اماكن استضافه اوفر له كل ما مستلزمات الراحه واخلي 14 يوم. زين انا ما ظل عندي وقت والكلام ويا حضرتك يعني ممتع جدا، بس انا عندي سؤال يعني حتى يكون على عجاله. اولا انت واكبت التجربه باليوغوسلافيا؟ نعم. وكنت يعني مشرف على الموضوع؟ لا ما كنت مشرف، انا ب72 بعدني لسه طالب. شلون كانوا يتعاملون ويا اللي حجروهم؟ شلون كان التعامل؟ احنا نسمع البارحه اكو هسه احنا ليش نروح لليوغوسلافيا استاذ؟ زين نروح للكويت، الكويت نروح الكردستان، العراق، زين أخذوا فنادق، أرقى فنادق، والآن يعني كل وسائل الرحم موفرة للشخص. ينهزمون يعني عندنا الباحة حالة في كربلاء، يعني كنت أنا على اتصال ووزارة الصحة استنفاص على كل راحت الكربلاء البارحة، لأنه أكو واحدة مصابة انهزمت بسبب التعامل ويا الناس اللي هم يعني عندهم الفيروس. فهذا إحنا لو نوفر هذا المكان ونزلت بالسوشيال ميديا. هو يروح يقول أنا يا بيبي. هو يروح. ايه. مكان يعني راقي جدا، مكانات يعني راحوا استجمام بشقق وفلل وعمارات، صح. فنادق راقية جدا. زين ما مدى خطورة هذا الفيروس دكتور؟ الخطورة شوف هذا الفيروس استاذ الفاضل انه نسبة الشفاء ب 80%، زين نسبة الناس اللي يحتاجون الى التداخل العلاجي 18، نسبة الوفيات 2%. يعني الإنسان هو أكيد يخاف على صحته، زين هذه النسبة، والميديا أيضا لعبت دور يعني بالاتجاه الآخر. فالاثنين بالمية هي نسبة والاثنين بالمية لشريحة معينة هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة ضعيفة، فما يتحمل الإجهاد، حرارة عالية جدا، هبوط بالمناعة، عجز بالكلى، أحيانا يعني سبب الوفاة. بس 80%. بس الإجراءات الاحتواء لابد أن ننبئ يعني نقول للناس حتى نبشرهم إنه الصين الآن اليومين هذا امبارح واليوم وإن شاء الله بكرة إنه الأرقام بدأت تنزل. يعني 180 إصابة جديدة فقط كانت هي بالآلاف، صح. هذا نتيجة شنو؟ نتيجة قوة الإجراءات اللي اتخذت من قبل الجهات الصينية. إن شاء الله يا رب تصركوا إجراءات مماثلة بالعراق. أنا كل سعيد بحضور دكتور باسم ونورتني جدا اليوم. أنا سعيد بحضرتك والإخوان الباقيين كلهم من خلف الكاميرات، أهلا وسهلا، وأنا ممنون لأي لقاء مستقبل. شكرا. أعزائي المشاهدين احنا دائما نقول هو يعني هذا الموضوع يعني بقد ما هو خطير، ولكنه الشخص لازم هو يبادر إذا حس عنده بعض الأعراض، إذا حس عنده يعني ارتفاع في درجة الحرارة، إذا صار عنده مثلا سعال مستمر، خلي يبادر بهذا الموضوع. أتمنى يعني ماكو واحد يحس عنده هذا الشيء ويقعد يختل نفسه، يعني لا يكون هو أحد أسباب انتشار هذا المرض. وصلت وياكم نهاية حلقتنا هذا اليوم، وانتظروني في الحلقة القادمة. مع السلامة.